الإسعافات الأولية مهارات أساسية لازم كل إنسان في مجتمع متحضر يكون عنده أقل قدر منها على الأقل. الكورس ده هعمله لكم لتعليمكم بعض الأساسيات في الإسعافات الأولية. إحنا محتاجين في الكورس ده بعض الأدوات زي صناديق الإسعافات الأولية، هعلمكم عن محتواها. ولو إحنا أسرة في البيت عندنا أطفال، أقترح يكون عندنا كتاب عن الإسعافات الأولية، في معلومات للطوارئ تفتح فيها الموضوع وتدور إيه الحل للمشكلة اللي أنت فيها. إحنا فريق عمل، أنا وأولادي جبريل ونوح، وهكلمكم في الكورس ده إزاي نعمل الأساسيات بتاعة الإسعافات الأولية. في 5 أساسيات للإسعافات الأولية لازم كلنا نشتغل على أساسها. إيه هي؟ أول حاجة إن إحنا نحترس من الأخطار، يعني لو ما يبقى في حادثة مش تروح تنقذ حد وإنت كمان تتعور أو تموت. أهم حاجة تحترس إنت من الأخطار، تبقى إنت في أمان قبل ما تقدم الإسعافات الأولية. تاني حاجة عاوزين نعرف إيه المشكلة في العيان، يعني أو في المصاب، يعني إنت تروح وتدور تشوفه بيتنفس، عنده نبض، الجرح بتاعه فين، المشكلة نزيف أو خبطة في حتة أو غرق، أو يعني تجمع كل المعلومات اللي إنت محتاجها عنه، وكمان إذا تعرف اسمه وعنوانه والمكان اللي إنت فيه، المكان اللي إنت عايش فيه أو اللي إنت موجود فيه بتنقذ المصاب، كل المعلومات دي تجمعها. وبعدين ثالث حاجة تتصل برقم الطوارئ. أقترح يكون دايماً عندك رقم الطوارئ على التليفون بتاعك، وفي البيت على ستيكر جنب التليفون أو جنب التلاجة، المهم يكون في مكان أنت قادر توصل له لأنك تتصل بسرعة. الخطوة الرابعة أن أنت تساعد المصاب على قد ما تقدر، تعمل الإسعافات الأولية اللي احنا مطلوب تعملها، طالبين منك تعملها. وخامس حاجة أن أنت تنتظر جنب المصاب لحد ما الإسعاف أو الإغاثة توصل. هم 5 حاجات: نحترس من الخطر، نجمع معلومات عن المريض هو إيه مشكلته، نتصل بالطوارئ، نقدم المساعدة لقد ما نقدر، ننتظر جنب المصاب لحد ما الإسعاف يجي. أتمنى أن الكورس يكون مفيد.